مرحبا وأهلا فيكم. من حقنا نحن السوريين أنه نشوف وين موقعنا اليوم في العالم، يعني القرارات يلي تم اتخاذها من قبل القيادة السورية وين حطتنا في خضم الصراعات الموجودة في العالم، الصراع الدولي الكبير اليوم الأبرز يلي هو في أوكرانيا، روسيا بمواجهة الناتو، والصراعات الإقليمية، ونحن خلينا نحكي على الصراع الإقليمي في منطقتنا وعلى رأس يعني الدول المستهدفة أو الدولة المستهدفة في هذا الصراع إيران. هلأ شفنا مبارح أنه انضمت فنلندا أخيرا إلى حلف الناتو وضربوا عرض الحائط بكل التهديدات والتحفظات الروسية. انضمام فنلندا أو اليوم الناتو خلينا نقول بهذه العملية أصبح أكثر حضور وأكثر تماسك. أنا برأيي كان قبل الغزو الروسي إلى أوكرانيا كان حلف الناتو في مرحلة الذوبان، أنا برأيي، وكان في مجموعة من الاصطفافات والتحالفات الجديدة التي تنشأ في العالم، وكان يعني روسيا حجر أساس في هذه التحالفات، ولكن جراء الغزو لأوكرانيا أعاد يعني أعادت هذه العملية ليصبح الناتو هو القوة الأكبر والأقوى يعني عسكريا في العالم. هلأ الحجة كانت طبعا مثل ما بنتذكر بغزو روسيا لأوكرانيا عدم انضمامها، أو واحدة من الأسباب الرئيسية هو منع انضمامها لحلف الناتو. اليوم فنلندا وتنضم تقريبا الحدود البرية لفنلندا تقارب بطولها الحدود الأوكرانية 1300 كيلومتر، لتصبح فنلندا اليوم يعني الحدود الفنلندية الروسية هي أكبر أو أطول جبهة برية بين دول الناتو وبين روسيا الاتحادية. هلا الموضوع ما بتمثل فقط بأمور إجرائية، أيضا شفنا تماسك وحرص دول الناتو الظاهر على الدفاع عن أوكرانيا وعن الدول المنضوية تحت لواء هذا الحلف. كان مبارح خطاب أو البيان يلي تم نشره عبر معرفات الحكومة الأمريكية يعني بارز لبايدن، خلينا هيك نقراه سوا، هو مختصر الحقيقة. بيقول بايدن انه بعد ما يعني بعد 74 عاما عم بيحكي هون بشكل عام، ولكن بيقول انه الحلف اليوم اصبح اقوى من اي وقت مضى مع انضمام فنلندا الى الناتو. بيقول ايضا لازلت اتطلع الى الترحيب بالسويد كعضو في الناتو في اقرب وقت ممكن، واشجع تركيا وهنغاريا على الانتهاء من عمليات التصديق دون تاخير. هلا هون المهم بقى بيقول عندما شن بوتين حربه العدوانيه الوحشيه على شعب أوكرانيا، طبعا هون بوتين يعني عم يحاول يفصله عن دولة روسيا الاتحادية وبيعطيه يعني صفة غير شرعية، اعتقد أنه يمكن أن يقسم أوروبا وحلف شمال الأطلسي ولكنه كان مخطئا، فاليوم نحن متحدون أكثر من أي وقت مضى، وهذا حقيقي، ومعا مدعومين بأحدث حليف لنا فنلندا سنواصل الحفاظ على الأمن عبر المحيط الأطلسي والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو ومواجهة أي وجميع التحديات التي نواجهها. فإذا نحن عنا هذا الحلف يلي اليوم برز ويتوسع، حلف عسكري يضم أقوى الدول في العالم من كل النواحي اقتصاديا وعسكريا وبالنفوذ، يعني بكل المقاييس هو أقوى قوة اليوم موجودة في العالم. مين عنا بالمقابل؟ الحقيقة إذا بتدوروا ما بتشوفوا غير روسيا لحالة، يعني هذا هو الواقع، حتى أنه أي تسريب للمعلومات من خلال الصحافة، يعني هناك جماعة منهم مستحيين يجاهروا بأنهن رح يدافعوا عن كل دولة من الدول وأنهن عن كل شبر مثل ما شفنا، وأيضا دعمهم لأوكرانيا مانو يعني مخفي أو مستحي، ولكن بالنسبة لروسيا أي تسريب معلومات لو كانت صحافية أو أي واحد اللي حتى منكم يطلع يحكي له كلمة أنه والله إيران أو الصين عم تدعم روسيا، بتطلع الصين وإيران، وهذا الشيء صار أكثر من مرة، بيتبرأوا بينفوا هذه المعلومات بأنه هن لا حلفاء مع روسيا في حرب ضد أوكرانيا، ولا هن عم يوردوا أسلحة لحتى تستخدم روسيا في أوكرانيا. فإذا روسيا هي دولة لحالة. إذا بدنا نشوف مين الدول يلي مع، كان القرار يلي تم اعتماده بالجمعية العامة للأمم المتحدة يلي دعا روسيا للانسحاب من أوكرانيا، في 7 دول فقط صوتت ضد القرار، واحدة منهم طبعا روسيا، في بيلاروسيا اللي بتربطها علاقات بنيوية إلى اليوم مع روسيا، وفي كوريا الشمالية يلي هي كوكب يعني مستقل بحد ذاته، مواقفة معنوية أكثر ما تؤثر في الصراع والتوازنات الدولية.
بضل في بعض الدول مثل أريتريا ومالي ونيكاراغوا، الدول الصغيرة اللي تأثيرها صفر في ميزان القوى العالمية، وبتكون يعني صوتت لأن في مصالح، في إلى مصالح مع روسيا يعني على الأغلب اقتصادية. مين بيضل الشريك والحليف الوحيد لروسيا في حربة ضد الناتو، هذا التكتل الكبير؟ هي سوريا الأسد. سوريا الأسد يعني الجغرافيا التي يسيطر عليها الأسد، لأن باقي الجغرافيا قوات يعني أو سلطات أمر الواقع الموجودة هن مان مع وهن ضد الحرب الروسية في أوكرانيا. فإذا الحليف الوحيد هو سوريا الأسد، يعني مناطق نفوذ النظام والتي يمثلها الرئيس بشار الأسد. هكذا كان يعني إذا عم نسأل عن موقعنا في الصراع الدولي اليوم القائم الأبرز، فنحن اليوم حليف وحيد صغير لروسيا الاتحادية في مواجهة حلف الناتو وكثير من دول العالم يلي ممكن يكون في اتفاقيات يعني بمسميات مختلفة مع الناتو مثل اليابان وغيرها. نحن الدولة الوحيدة الشريك لروسيا في هذه الحرب. طبعا هي الشراكة مؤكدة، أكد الرئيس الأسد في أكثر من حديث، وكان آخر حديثه لما سافر لموسكو. وأكثر مرة أنا نوهت ووقت أثبت الأسد يعني ما ذهبت إليه بأنه هو متقدم على الموقف الروسي، وأنه هو يعني افتخر بهذاك اللقاء، خلينا نسمعه، بأنه هو سبق روسيا بالاعتراف بدول الدونباس. إذن تحدثنا عن الدعم السياسي، فهل تعترف سوريا بالمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا وبالحدود الجديدة لروسيا؟ نحن اعترفنا بهذه المناطق قبل أن تضم إلى روسيا، عندما كان هناك استفتاء وأعلنت الاستقلال فاعترفنا بها. وحتى قبل أن يحصل هذا الاستقلال واستقبلت وفد من الدونباس قبل الحرب بعدة أشهر، فقلت لهم نحن مستعدين للاعتراف بكم من الآن. فقلنا لاحقا، قلت لهم نحن اعترفنا بكم حتى قبل روسيا. أيضا تأكيدا أن الحلف والشراكة هي ليست فقط لحماية سوريا ويعني محاربة الإرهاب في سوريا، أيضا فاجأنا الرئيس الأسد في اللقاء الأخير بأن التواجد الروسي في سوريا ليس لحماية سوريا أو لمحاربة الإرهاب، وإنما هو تواجد يأتي في سياق التوازنات الدولية في يعني موضوع نشوء قطب جديد يلي هن طبعا يسعوا لتأسيسه، مين؟ روسيا وسوريا، في مواجهة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول الناتو بشكل عام. وقال أنه القواعد العسكرية الموجودة هي بهذا الخصوص، وأنه على استعداد لحتى يوسع هذا النفوذ ويبني مزيد من القواعد في سوريا بهذا الهدف. هل سيتم توسيع أفق هذا التعاون عبر زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا على سبيل المثال؟ طبعا نوقش التعاون العسكري اليوم، وكان هناك لقاء بين وزيري الدفاع. لا 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 نعلن عادة ما هو نوع التعاون الذي سنقوم به بيننا وبين روسيا، لأن هذا موضوع عسكري يبقى دائما له نوع من السرية، هذا شيء طبيعي. أما بالنسبة للقواعد العسكرية فهذا يعود لرؤية مشتركة فيها جانب سياسي وفيها جانب عسكري. من الناحية العسكرية لم يناقش هذا الموضوع، أما من الناحية السياسية فالنظرة إلى القواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب هي أمر قائم حاليا ولكنه سيكون مؤقت، ولا يمكن للوجود العسكري الروسي في أي دولة أن يبنى على شيء مؤقت. نحن نتحدث عن توازن دولي، وجود روسيا في سوريا له أهمية مرتبطة بتوازن القوى في العالم كدولة موجودة على البحر المتوسط. لا يمكن للدول العظمى اليوم أن تحمي نفسها أو أن تلعب دورها من داخل حدودها، لابد أن تلعب الدور من خارج الحدود، من خلال حلفاء موجودين في العالم ومن خلال قواعد. فنحن نفترض بأن إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد أو زيادة عددها، وهذا موضوع فني أو لوجستي، إذا كان هناك رغبة فهي في ضمن من ضمن هذا الإطار. ونعتقد بأن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد يخدم هذه الفكرة، كما سيكون إذا كان هذا التوسع في دول أخرى ربما في مناطق أخرى سيخدم نفس الفكرة. فنعم نقول بأن هذا الشيء قد يكون ضروري في المستقبل. إذن في الصراع الدولي قيادة حطتنا بهالموقع
حلفاء لروسيا، شركاء لروسيا. هالشراكة تأكدت مثل ما حكينا بتصريحات الأسد. اليوم أيضا كان في تصريحات لبوتين بمناسبة تسلم أوراق اعتماد السفير السوري في موسكو بشار الجعفري، قال بالحرف الواحد: سوريا شريك موثوق لروسيا على الساحتين العربية والدولية. فإذا هذا الموضوع أصبح مثبت بتصريحات مباشرة واعترافات مباشرة للرئيسين الأسد وبوتين. هلأ في الصراع الأقليمي الدائر في المنطقة، في عنا طبعا الطرف الأبرز هو إيران، في مواجهة الغرب ومواجهة العرب. أين سوريا؟ أين وضعت القيادة سوريا في هذا الصراع؟ وضعتنا مع إيران، أيضا نحن الحليف الرسمي الوحيد لإيران، يعني مثل روسيا نحن أيضا الحليف الرسمي الوحيد لإيران في المنطقة ضمن المحيط العربي وفي مواجهة الغرب، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشي 50 دولة تانيات. كيف نحن الشريك الوحيد؟ نحن الدولة الوحيدة التي تتواجد فيها القوات الإيرانية بطلب رسمي من الدولة أو الحكومة السورية. صحيح إيران إلى نفوذ في العراق وإلى حزب الله في لبنان وإلى الحوثيين في اليمن، لكن هذا التواجد غير رسمي، ما له شراكة رسمية بين دولتين. بينما التواجد الإيراني والنفوذ الإيراني والشراكة السورية الإيرانية هي باتفاق الدولتين. فإذا أيضا هذا الاتفاق يضعنا نحن في خانة إيران، أيضا هي دولة منبوذة ودولة طبعا عم بتبدد موارده خلال 40 عام بحروب لا طائلة منها، وما رح تنعكس بأي شكل من الأشكال كفائدة على الدولة وعلى الشعب الإيراني. أيضا نحن القيادة في سوريا وضعتنا في هذا الحلف، في حلف إيران في مواجهة العرب والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها. هلا بالنتيجة فوق العقوبات اللي عم تتحملها سوريا والشعب السوري بسبب تعنت النظام وعدم قبوله بأن يمضي بأي حل سياسي، الشيء المعروف اللي عم نحكيه كل يوم، أصبح اليوم مستهدف يعني النظام، وبالتالي ينعكس هذا بشكل أو بآخر على الشعب السوري من خلال الشراكة يلي بناها الرئيس الأسد مع روسيا في حربه ضد الغرب في أوكرانيا، ضد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فنحن نتحمل جزء كبير أيضا من هذه العقوبات، وهذا الموضوع برز بتصعيد اللهجة من بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. صاعدت اللهجة ضد النظام السوري وصار في حملات لمحاسبة النظام السوري، محاكمات، عقوبات، قانون الكبتاغون، الأمور في تصاعد. أحد أهم الأسباب مو سواد عيوننا نحن الشعب السوري، ولكن هذا الحلف أو هذا القرار اللي اتخذه رئيس بشار الأسد بأن يكون الشريك المتقدم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. أيضا في الصراع الأقليمي نحن القيادة، يعني هذا الموضوع ما فينا ننكره، اختارت أنه تكون الشريك الوحيد بين الدول العربية لإيران في مواجهة الدول العربية كلها، في مواجهة العرب. يعني نحن اليوم وين موقعنا في الصراع؟ شريك لإيران، شريك يعني حقيقي لإيران في مواجهة الدول العربية والغربية، يعني الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول العالم. نحن هذا موقعنا اليوم، تمسكنا بإيران على ما يبدو يعني يأسوا العرب مننا، بتوقع التقارب يلي عم بيصير وحكينا عليه امبارح، صار نحن مطروحين أو نظام الأسد بما يسيطر عليه من الأراضي السورية مطروح في سوء النخاسة ضمن إطار التسوية العربية الإيرانية. ولسان حال العرب يقول: أخي إذا بدكم أنتوا النظام السوري، سوريا الأسد متمسكين فيها وإلكم فيها مصالح، رح نترك لكم إياها باللوة واشربوا ميتة في مقابل نأمن شرككم وتتركونا بقى بحالنا. يعني بتوقع هي الصفقة. مثل ما قلت لكم بالنهاية سياسي خيارات، وعلى ما يبدو خيارات قيادتنا أنه تحطنا بها الموقعين يلي حكينا فيهم، الصراع صراع الكبار لحتى نحن نضيع بين الإجرين. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.